بص بقى مساعد كولر موجود كارلوس برينجر، ميشيل يانكون، كابتن بدر رجب، والتواصل اللي احنا اتكلمنا عنه في بدايه الاستوديو التحليلي بتاعنا. في تواصل الدرجه الاولى صح. وكارلوس برينجر مع ميشيل يانكوني مع كابتن بدر رجب. بيترجم لبدر عشان بس ابقى عارف. لا كابتن بدر خلي بالك لغات جامد. ايوه جامد. انجليزي فرنساوي اللغه الوحيده اللي ما بيتكلمهاش عربي. ايوه صح. فعايز اقول ان طبعا مرحله مهمه، لازم النادي الاهلي يبتدي المرحله دي مع العشر فرق اللي هم الخلاصه بتاعه البطوله، لازم يدي انذار للفرق طبعا اللي هيلعبها من البدايه كده وماتش على ارضه، ان هو ياخد خطوه كويسه ويبقى في مكسب ومكسب كويس. اللي انا عايز اقوله انه بيلعب فرقه زي ما احمد قال ثقيله شويه، لان فيها لعيبه بتلعب فريق اول. وفريق الاول في الدرجات اللي هي مش الممتاز، اللي هي سواء محترفين او ثانيه، بيبقى طابع اللعب خشن شويه وفي تخبيط وفي حاجات من دي. فبرضه يعني يا ريت ان احنا برضه نتفادى الكلام ده، لان في المباراه لو نفتكر الاولانيه بتاع بتروجيت اللي زعناها قبل كده، كان في برضه نوع من انواع الخشونه. وطبيعه الحال زي بقول لك اللعيبه معظمها بتلعب في الفريق الاول، فواخدين على القصه دي، نلعب السهل ونلعب ضغط من البدايه. لو جبنا الصوره تاني معلش بتاع كارلوس برينجر، هو جاي يتابع ثلاث لعيبه تحديدا. مارسيل كولر اكيد بعته عشان يتابعهم. مين قالك ثلاث لعيبه؟ ما ممكن كل بس الثلاثه اللي مقيدين في القائمه الافريقيه. اكيد طبعا ده بالمقام الاول، لان انت عندك ابراهيم عبد الحكيم وعندك اسلام عبد الله، الاثنين دول خلاص اتقيدوا في القائمه الافريقيه، فلازم جاي يتابعهم عشان يبعت تقريره لكولر. وانا بقول لك هو مش جاي يتابع ثلاث لعيبه بس، هو جاي يتابع كله طبعا، يتابع كل اللعيبه طبعا.